تكدس السيارات أمام محطات المحروقات بات مشهداً مألوفاً في لبنان، فالانتظار أصبح سمة لابد منها، وربما يحتاج الأمر إلى ساعات بل إلى أيام لتعبئة القليل من البنزين. يعني أنا من امبارح نايم بسيارتي من الساعة 9 لهلأ ناطر دوري بالبنزين، شو عم يعملوا فينا؟ يرحمونا شوي. معاناة يبدو أن لا حل نهائيا لها، وهي قد تمتد أشهرا طويلة بحسب ما يرى مراقبون إذا لم يتم التصدي بجدية للاحتكار والتخزين والتهريب. مصرف لبنان يقول أن لا أموال لديه لتوفير المادة ودعمها، ما سيؤدي إلى تأخر استخدام البواخر أو تفريغ الموجود منها قبالة السواحل، وبالتالي إلى إرباك في السوق وشح للمادة في المحطات. الأزمة ستشتد أكثر والموضوع رايح إلى الأخطر ما لم حقيقة يتم توزيع المحروقات الموجودة في الشركات أو التي ستدخل إلى لبنان. الأزمة سوف لن تحل، الوضع رايح من سيء إلى أسوأ إلى أكثر سوءا. فالأزمة التي لم يشهد لبنان مثيلا لها من قبل وضعت مسؤوليه أمام خيارات صعبة، منها رفع الدعم تدريجيا، وهو ما سينعكس ارتفاعا إضافيا في الأسعار، ولا سيما مع تأخر اعتماد البطاقة التمويلية. نحن مشكلتنا بالسوق السوداء. أنا إذا بدي أحسب كلفة الخمسة أمبير على سعر المازوت بالسوق السوداء، الخمسة أمبير إذا أنا دورت 6-7 ساعات يوميا رح تصير كلفتها علينا نحن. شو بدنا بأرباحنا؟ ما بقى عم نفكر بأرباح، رح تصير كلفتها علينا نحن بتفوق المليونين ليرة. تبدو أزمة المحروقات في صدارة المشاكل الاقتصادية للبنان، ويأمل كثيرون أن تخفف السفن التي أعلن عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من حدتها، بانتظار حلول جذرية يفترض أن تبادر الدولة إليها. يبدو أنه لا أفق لحل أزمة المشتقات النفطية في لبنان أقله في المدى القريب، أزمة باتت من تفاصيل الحياة اليومية للبنانيين وجزءا من معاناتهم، فرفع الدعم عن الأسعار سيزيد من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية. فهل يكون البنزين الإيراني حلا ولو مرحليا لما يعانيه اللبنانيون؟ عبد الله ظاهر، بيروت، الميادين.